أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي. أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد في ذاته لا قسيم له، وهو الواحد في صفاته لا مثيل له، وهو الواحد في أفعاله لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وجميع من آمن به إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله في الأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، جماعة الإخوة والأخوات من المؤمنين والمؤمنات، ولازلنا نعيش وإياكم فصول هذه السلسلة من قصة نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا وعلى أنبياء الله جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وبعد الحديث عن المراودة بما فيها من لين ورفق وما تلاها من أخذ ورد، ينتقل بنا كتاب ربنا عز وجل إلى ما حدث بعد ذلك، فيقول سبحانه وتعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. فيوسف عليه الصلاة والسلام ومعه امرأة العزيز، كل واحد منهما يحاول أن يصل إلى الباب قبل الآخر. يوسف يحاول أن يصل إلى الباب للهرب، وامرأة العزيز تحاول أن تصل للباب قبله للطلب. فامرأة العزيز تحاول أن تمسك بيوسف قبل أن يفر خارج القصر، ويوسف عليه الصلاة والسلام يحاول جاهداً أن يفر منها وأن يتخلص من شرها ومكرها وكيدها، ولكن هنا تحصل وتحدث المفاجأة. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. هنا حدثت المفاجأة، وهي ظهور العزيز عزيز مصر في هذه اللحظة التي يستبق فيها يوسف مع امرأة العزيز. في هذه اللحظة يظهر العزيز عند باب القصر، وألف يا سيدها لدى الباب، معنى ألف يا أي وجد، كما في قول الله تعالى في سورة الصافات: إنهم ألفوا آباءهم ضالين، أي وجدوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. ألف يا أي وجد يوسف وامرأة العزيز، وجدا وهما يتسابقان عند الباب العزيز. وهنا
وهنا وبسرعة فائقة وبدهاء يشبه دهاء إبليس ينقلب الوضع تماما وينقلب الحال فيصبح الظالم مظلوما والطالب مطلوبا والبريء متهما. أصبح يوسف البريء الذي هو أطهر من ماء السماء في محل التهمة في محل الاتهام، وأصبحت المرأة الظالمة الماكرة محل البريء. فلذلك بادرت إلى الكلام، بادرت إلى مخاطبة زوجها وهي تبكي وتلطم خدها وتنتف شعرها. قالت كما حكى الله عز وجل عنها ذلك: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، ما جزاء يا زوجي من أراد أن يعتدي على عرضك، من أراد أن يغتصب زوجتك، من أراد أن يعتدي على حماك، ما جزاؤه؟ فلم تنتظر الجواب ولم تنتظر الفصل ولا الحكم في القضية، إنما سارعت هي فذكرت العقاب وحددت نوع العقاب: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ولم تشر على زوجها بأن يقتل يوسف، هي لا تريد ليوسف، هي لا تريد الموت ليوسف، إنما تريد له أن يكون في السجن أمامها وبين عينيها حتى تتمكن من رؤيته وربما أن تصل إليه مرة أخرى. فلذلك قالت: إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ويلتفت العزيز إلى يوسف، يوسف البريء، وتكاد البراءة تنطق من أنحاء يوسف ومن جوانب يوسف كلها، فيقول يوسف مكذبا لزوجة العزيز أمام زوجها، فيقول: هي راودتني عن نفسي، لا ذنب لي فيما حصل، هي راودتني عن نفسي وهي التي همت بي، وأنا في طريقي إلى الفرار فاراً هارباً مولياً مدبراً، هي التي أمسكت بي من ظهري وقطعت علي ومزقت علي قميصي، لا ذنب لي يا سيدي فيما حصل، هي راودتني عن نفسي. فوجد العزيز نفسه بين قولين مختلفين متناقضين متضاربين، بين قول زوجته التي تظاهرت بالبراءة والتي تظاهرت بالعفة والتي تظاهرت بالانتصار لكرامتها وكرامة زوجها، وبين قول يوسف البريء الطاهر المطهر. فكان لا بد للعزيز أن يأتي بمن يفصل بين القولين المتضاربين المتعارضين. فلذلك جاء قول الله عز وجل بعد ذلك: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وشهد شاهد من أهلها. يقول ابن حيان رحمه الله تعالى في تفسيره البحر المحيط، يقول: وكون الشاهد من أهلها، أي من أهل امرأة العزيز، كون الشاهد من أهلها أوجب للحجة عليها وأوثق لبراءة يوسف،
إذا كان هذا الشاهد الذي سيفصل في القضية وسينظر في هذه الواقعة من أهلها هي، إن كان له أن يتعصب فإنه لن يتعصب ليوسف حتما، وإنما سيتعصب لمن؟ لهذه المرأة، لأنها من أهله، لأنها من أهله وهو من أهلها. بل حتى نقل ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا الشاهد الذي فصل في القضية هو ابن خالتها وكان طفلا في المهد. هذا كلام منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما، وشاهد شاهد من أهلها. إن كان قميصه قد من قبل، أي إن كان هذا القميص الذي كان يرتديه يوسف قد تمزق وتقطع من الأمام، فصدقت في دعواها، فإنها صادقة. معنى هذا أنه كان يهاجم عليه، كان يهجم عليها وهي تدفعه. وإن كان قميصه قد من دبر، أي تقطع وتمزق من الخلف، من الوراء، من الظهر، فمعنى هذا أنه كان فاراً هارباً وهي تمسك به وهي في أثره. الشاهد هذا تكلم بهذا الكلام قبل أن ينظر إلى القميص، فوضع قاعدة ينطلق منها للنظر في هذه الواقعة المعروضة وفي هذه القضية. فلما رأى قميصه قد من دبر، أي لما نظر إلى القميص وهو مقطع ممزق على ظهر يوسف، والجهة الأمامية سالمة، علم علم اليقين أن المفترية هي زوجة العزيز، وأنها هي التي كذبت وهي التي ظلمت يوسف عليه الصلاة والسلام. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. إنه من كيدكن، والكيد أيها الإخوة والأخوات هو محاولة إيقاع السوء بخفاء، أن يحاول الإنسان أن يوقع سوءاً بغيره لكن مستخفياً. ولا يكيد إلا الذي لا يقوى على المواجهة، الذي لا يقدر على المواجهة هو الذي يكيد. فلذلك كان كيد النساء عظيماً، لأن ضعف النساء أعظم. لما كان ضعف النساء أعظم كان كيدهن عظيما. ولذلك لما ذكر الله عز وجل كيد إبليس عليه لعائن الله قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ولما أتى إلى ذكر كيد النساء قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، أي يفوق كيد إبليس عليه لعائن الله. قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. وهنا وأمام هذا الموقف الثلاثي، امرأة العزيز والعزيز زوجها ويوسف، وبعد أن انضم إليهم الشاهد، ينهي الله سبحانه وتعالى هذا الموقف الرباعي بأن جعل العزيز يقول ليوسف وقد ظهرت براءته، قد برأه الله عز وجل من هذه التهمة. ولذلك ذكرت لكم في أول خطبة من هذه الخطب أن في حياة يوسف أربع أقمصة، وهذا هو القميص الثاني من تلك الأقمصة، قميص البراءة. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. كان قميص يوسف سبباً في إظهار براءته،
وقد استعمله الشاهد الذي قضى وحكم في هذه القضية كقرينة من القرائن. الشاهد لم يكن عنده إثبات أن امرأة العزيز هي المفترية، هي الكاذبة، ولكن اعتمد على إثبات هذا الحكم، اعتمد على القرينة، على قرينة الحال. وكثير ما يلجأ القضاة الذين يرجون الله، يخافون الله ويرجون الدار الآخرة، الذين يخافون الله في أقضياتهم، يحكمون على الناس وبين الناس بالعدل، لا كما هو الحال في كثير وكثير من محاكمنا، تجد أن القضايا تباع على الأرصفة. بعض القضايا عندنا في بعض المحاكم تباع في المقاهي، تجد أمام المحكمة مقاهي، سلسلة من المقاهي، وفي كل مقهى مجموعة من السماسرة، سماسرة القضاة وسماسرة يعني الموظفين في المحاكم يتوسطون بين المتقاضين وبين القضاة. ونحن لا نعمم الحكم، لكن نقول هذا واقع موجود. لكن هذا لما كان الإثبات عزيزا، لأن المرأة غلقت الأبواب كما مر معنا. يستحيل أن تأتي بأربعة شهود يشهدون في القضية، فلجأ هذا الشاهد إلى القرائن، إلى القرينة، فقال ائتوني بالقميص، كما وقع لسليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام، كما جاء ذلك وثبت ذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن سليمان عليه الصلاة والسلام أنه فصل في أمر امرأتين، جاءته امرأتان، جوج ديال العيالات جاءوا عند سيدنا سليمان، هذه عندها ولد وهذه عندها ولد، ومشاو بجوجهم للغابة، فهاجم ذئب ولد إحدى المرأتين فافترسه وأكله، فبقي طفل واحد لأمه، فنازعته هذه المرأة قالت هو ولدي، فلما اشتد النزاع بينهما رفعتا أمرهما إلى نبي الله سليمان، فلما دخلتا على سليمان كل واحدة منهما تبكي وتدعي أن الولد الموجود بينهما هو ابنها، هذه تقول هذا ولدي والثانية تقول هذا ولدي. فلما نظر سليمان عليه الصلاة والسلام إلى هذا الأمر أمر بإحضار السكين، قال ائتوني بسكين، فقالت المرأة لما السكين يا نبي الله؟ قال لي أقسمه بينكما قسمين، شطرين، قطعتين، واحد القطعة نعطيه لهذه واحدة نعطيها لهذه باش نسوي بينكم، كل واحدة تلقى على خطرها. أما المرأة التي أكل ولدها، أكله الذئب، فهشت وفرحت وضحكت وتبسمت، لأنها أرادت من ضرتها أن تكلم في ولدها أيضا. أما الأم الحقيقية فقالت له لا يا نبي الله، هو ولدها، أنا مفترية عليها، أنا افتريت عليها، هو ولدها، هو لها، خذها، خذه. فحكم نبي الله سليمان بأن أم هذا الولد هي التي قالت اعطه للأخرى، لأن الأم الحقيقية قالت واخا ما يعطيش ليا غير يبقى حي، ما يقتلوش، ما يذبحوش، غير يبقى حي، واخا يبقى عند الذرة ديالي لكن يبقى حيا. أما الأخرى فهي ضحكت لهذا الحكم، فلذلك حكم سليمان بالقرينة كما وقع للشاهد هنا، فإن الشاهد حكم بماذا؟ حكم بقرينة الحال، بحال هذا القميص الذي قطع من دبر.
ثم بعد هذا أنهى العزيز هذا الحال وهذه المسألة بأن توجه إلى يوسف بقوله: يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. طلب من يوسف عليه السلام أن يعرض عن هذا الأمر وأن يكتم هذا الأمر، ثم التفت إلى زوجته الخائنة بكلام كله لباقة وكله كما يقال عندنا دبلوماسية وكله رفق وكله تحضر على منهج العلمانيين واللادينيين عندنا، واجهها بكلام يثير الأعصاب ويثير الدم في عروق الأحرار: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وهذه الحالة تعطينا صورة أو نموذجا من النماذج التي تعيش فيها أو يعيش فيها أو تعيش فيها الطبقة الراقية في المجتمع. فهناك مهادنة ورخاوة في مواجهة الفضائح الجنسية والانحرافات الأخلاقية، حتى لا تكتشف في المجتمع. هما كيخافوا غير من المجتمع، يخاف غير من هذه الفضيحة الجنسية، إذا عرفوها الناس غدا ما ينتخبوش عليه، أو غدا ما يتعينش وزير ولا عامل ولا قاضي ولا قائد ولا كذا، فقط ألا يعرف الناس عنه وعن وضعه العفن الذي يعيش فيه. واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. عندك تعودي هذا الشيء، هذا الشيء خايب شوية، قبع شوية، وعندك الناس يسمعوا علينا هذا الشيء هذا ويشوفوه. أما السماء ومن بناها والكواكب ومن كوكبها فلا يلتفتون إلى حكم رب الأرض والسماوات. واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وما أكثر القضايا التي تعج بها هذه الطبقة الراقية كما يسمونها، وهي الطبقة الطبقة الهابطة الساقطة، عري ودعارة واختلاط يبلغ في بعض الأحيان مبالغ. أنزه هذا المنبر الطاهر أن أذكر ماذا يجري في الفنادق، في المسابح، في المراقص، وهم علية القوم. ماشي اللي كيبيع الخضرة قدامي هنا، ولا الجزار اللي حدايا هنا، ولا الإسكاف اللي لهيه، ولا السائق ديال الطاكسي منكم، ولا أبدا. علية القوم الذين يسوسون الأمة، من هؤلاء من يقود الأمة، من يتزعم الأحزاب، من يحسب له ألف حساب في موازين الأرض وأهل الأرض والتراب. استغفري واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ثم بعد ذلك ينقلنا القرآن العظيم إلى دائرة أوسع. انتبهوا، المشهد في أول الأمر كان ثنائياً بين يوسف وامرأة العزيز، ثم أصبح ثلاثياً بأن تفاجأ بالعزيز عند الباب،
ثم بعد ذلك صار رباعيا بتدخل الشاهد الذي حكم في القضية، ثم بعد ذلك كانت الدائرة أوسع، وهي دائرة المجتمع الذي يعيش فيه العزيز وامرأة العزيز. ومن ها هنا نعلم أن الأسوار لا أسرار لها، الأسوار مهما علت ومهما كثرت الأبواب ومهما أغلقت الأبواب وأحكم إغلاقها فلا أسرار في ذلك، حتى لا يظن أحد أنه لن تنكشف جريمته، فإنها حتماً ستنكشف طال الزمان أو قصر. فها هنا في قضية يوسف مع امرأة العزيز يتلصص بعض العاملين في القصر فيطلعون على الحوار وعلى ما دار بين الشاهد والعزيز وامرأة العزيز ويوسف، فينقلون هذا الذي دار، هذه الفضيحة الجنسية التي دارت في القصر نقلوها إلى نساء المجتمع، إلى النسوة في المجتمع. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وهذا الكلام من هؤلاء النسوة هو كلام حق، إنا لنراها في ضلال مبين، لكن هؤلاء النسوة لم يقلن هذا تعصبا للحق أو تعصبا للفضيلة، إنما قلن هذا الكلام نكاية في امرأة العزيز من أجل إنزال امرأة العزيز من مكانتها المرموقة، فهي أكبر شخصية نسائية في المجتمع، وهي زوجة لرجل يوصف بأنه الغالب الذي لا يغلب، العزيز. فكلمة العزيز في اللغة تعني الغالب الذي لا يغلب، فهذه أول امرأة في المجتمع أو سيدة المجتمع الأولى كما يقولون، وهذا زوجها الغالب الذي لا يغلب العزيز. كيف إذا تحدث النسوة ولاكت ألسنتهن هذه الفضيحة الجنسية التي وقعت في بيتها وفي قصرها، كيف بعد ذلك أن ترفع رأساً بين سائر النسوة، بل وكيف لزوجها أن يرفع رأساً وقد تلطخت سمعته وسمعة بيته وسمعة زوجته؟ أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونبيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات من المؤمنين والمؤمنات، دعوني أخصص هذه الدقائق في هذه الخطبة الثانية للحديث عن هذه العشر الأوائل من ذي الحجة التي نعيشها هذه الأيام. فلتعلموا رحمني الله وإياكم أيها الإخوة والأخوات أن أحب الشهور إلى الله عز وجل هي الأشهر الحرم، وأحب هذه الأشهر الحرم إلى الله عز وجل شهر ذي الحجة، وأفضل أيام شهر ذي الحجة العشر الأول منها
التي صح النقل فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك البزار وابن حبان، والحديث أيضا في صحيح الجامع أن نبي الله أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: خير أيام الدنيا العشر الأول من ذي الحجة. خير أيام الدنيا العشر الأوائل الأول من ذي الحجة، وهذه العشر الأوائل لها فضائل عظيمة وعظيمة جدا. من هذه الفضائل، أي من فضائل العشر الأوائل من ذي الحجة، أن الله أقسم بها: والفجر وليال عشر. ومن فضائل هذه العشر أن فيها يوم عرفة، ويوم عرفة والوقوف بعرفة هو الركن الأعظم من أركان الحج. ومن فضائلها أن صيام يوم عرفة لغير الحاج يكفر الله به ذنوب سنتين كما في صحيح مسلم، ماضية ومستقبلة. من صام يوم عرفة والصيام لغير الحاج يكفر الله بهذا الصيام ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. ومن فضائل هذه العشر أن فيها يوم النحر، يوم العيد، وهو يوم الحج الأكبر. من فضائلها أن هذا اليوم يتقرب فيه المسلمون بنحر ضحاياهم تقربا إلى الله عز وجل، واتباعا لسنة الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا اليوم اليوم العاشر من ذي الحجة تنتهي الأيام المعلومات وتبدأ الأيام المعدودات، واذكروا الله في أيام معدودات. في هذا اليوم، يوم الحج الأكبر، يوم النحر، يتقرب المسلمون بنحر ضحاياهم لله سبحانه وتعالى. ونحر الأضحية وأضحية العيد سنة مؤكدة على الراجح من أقوال أهل العلم أنها سنة مؤكدة لمن يقدر عليها، أما من لا يقدر عليها فحتى الواجبات تسقط مع عدم القدرة. مشيعة السنة الواجب مع عدم القدرة يسقط، فما بالكم بالسنة. فلذلك لا ينبغي أن نتعامل مع هذه الشعيرة كما نتعامل مع إياك نعبد وإياك نستعين، إما أن نضحي وإلا فلا شيء، لا أبدا. الأضحية تكون لمن يقدر عليها، ولذلك ثبت النقل عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبي بكر رضي الله عنه أنه امتنع في سنة عن نحر أضحيته، فلما سئل عن ذلك قال: ليعلم الناس أنها ليست بواجبة وأن في ذلك فسحة، من ملك ثمنها فعليه أن يضحي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، لا يقربن مصلانا، لا يقرب المصلى. أما من لم يجد ثمن هذه الأضحية فليس من الدين ولا من سنة النبي الأمين أن يبيع أثاث بيته أو أن يبيع احتياجاته أو أن يستلف من الأبناء. لا لا، اتقوا الله في المسلمين. ماذا تريدون من هذا المجتمع؟
أضحية العيد يتقرب بها إلى الله، ومصدرها ربوي، قرض ربوي لدخول الأطفال المدارس، قرض ربوي لرمضان، قرض ربوي لعيد الأضحى. إلى أين نسير؟ لا تشددوا فيشدد الله عليكم. إن اليهود قاتلهم الله، إنما وقع ما وقع عليهم من الرجز ومن التشديد لأنهم شددوا على أنفسهم. لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم. هذا الدين يسر. أرأيتم إلى القيام في الصلاة؟ الوقوف في الصلاة هو واجب، واجب. من لم يقم في صلاته وهو قادر على ذلك لا صلاة له، لا تصح صلاته. لكن مع عدم القدرة يسقط هذا الواجب، مع قدرة الركوع وهو واجب يسقط هذا الوجوب، مع عدم قدرة السجود وهو واجب يسقط هذا الوجوب. فلا ينبغي أن نتعامل مع هذه الشعيرة بهذا التشنج، بهذه المغالبة، بهذا التضييق على النفس، حتى يأتيها الإنسان وهو مكره، يضحي وهو مكره، يضحي وهو كاره لتلك الأضحية. هذه ليست قربة إلى الله سبحانه وتعالى. وما جعل عليكم في الدين من حرج. أما الأضحية التي لا تجزئ في هذه، يعني الأضحية التي لا تجزئ، الأضاحي التي لا تجزئ، فهي التي جاء ذكرها في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأضاحي أربع لا تجزئ في الأضحية، أربع لا تجزئ في الأضحية. فذكر: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والضعيفة البين ضعفها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تلقي. انتبهوا حتى التعبير النبوي. العوراء البين عورها، أن يكون عورها بين ظاهر وإلا تجوز. المريضة البين مرضها، أما إذا كان المرض خفيف هكذا تجوز. أيضا والعرجاء البين عرجها، كان يبان العرج لها تماما وإلا تجوز. وكذلك الهزيلة التي لا تلقي، التي لا مخ في عظمها. أما ما عدا ذلك فضحي ولا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك. ثم اعلموا رحمكم الله أن هذه الأيام، أي الأيام المعدودات، أيام يوم العيد وثلاثة أيام بعد العيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هي أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ثم إن يوم العيد ندبنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج إلى المصلى لصلاة العيد. بل قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نؤمر في العيد أن نخرج العواتق من البنات والحيض من النساء. كانوا يؤمرون، أي النبي صلى الله عليه وسلم هو الآمر، كان يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا العواتق، البنات التي هن في سن الزواج، في سن المراهقة، أن يخرجنا إلى المصلى، بل وأن يخرج حتى النساء الحيض المتلبسات بدم الحيض، وإن كنا لا يقربن المصلى، لا يعني لا يصلين، لكن يشهدن المصلى ودعوة المسلمين، يشهدن دعوة الخير ويكثرن من سواد المسلمين في المصلى. وإياكم، ثم إياكم مما يفعله الكثير من الجهلة
أنهم يجلسون في مساجد حيهم. هو قادر ما مريض ما ولو يبقى في مسجد حمزة. الله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويجي الفقيه يصلي بهم جوج ركعات ويمشي وينحر ويقول الحمد لله على هذا. ليس هذا هو هدي المعصوم، سبحان الله. أنا اقتديت به فقط يعني في تسمين الأضحية، شراء الأضحية، أين اقتدائي به في هديه، في خروجه إلى المصلى مهللا مكبرا، في إخراج زوجي وبناتي وأبنائي؟ من الذي أذن لك أن تبقى في المسجد وأنت قادر على الذهاب إلى المصلى؟ السنة النبوية ماضية على أن صلاة العيد تكون في مصلياتنا، لا نصلي في المسجد صلاة العيد إلا عند الحاجة، إلا عند الضرورة، كأن يكون هناك مطر أو أن يكون هناك عذر مانع أو مانع من الموانع، فعندئذ نصلي في مساجدنا وفي جوامعنا. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بالصلاة والسلام على الشفيع يوم الزحام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صاحب أعظم قدوة وأكرم رسالة، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلى ردته سالما غانما يا رب العالمين، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حقا إلا أظهرته، ولا باطلا إلا أزهقته، ولا ميتا إلا رحمته يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم وفق المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم وفق الأحياء ويسر لهم أمورهم، وارحم الأموات ووسع عليهم قبورهم. اللهم وفق ملك البلاد أمير المؤمنين إلى ما تحبه وترضاه، اللهم احفظه في حله وترحاله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.